السلام عليكم. بالنسبة للكانون 750 دي هي اللي عندنا اليوم ان شاء الله، نشوفوا شنو لي زوبسيون اللي فيها. بالنسبة لل 750 كتجيبها الديزاين كيما كتشوفوا، ليكرون ديالها روتاتيف كدور كتقلب كاملة، بالنسبة للناس ديال لا فيديو، الناس ديال البلوغ، الناس ديال اللي كيبغيو يصوروا مثلا لي بودكاست، كيبغيو يشوف شنو كيصور، اللي كيكون بوحدو عندك ليكرون. ليكرون كتجينا راه طاكسي ليكرون ديالها كتقلب كاملة. بالنسبة للكاميرا داكشي اللي غتحتاج راه كاين فيها، كاين فيها البورت ديال الميكروفون كيف ما كتشوفوا، بورت الميكروفون اتش تي ام ال اف في اوت، فيها البورت بالنسبه للميكروفون، فيها المونو ستيريو ديال ستوندار، كتزيد لها الميكروفون. الكاميرا فيها لوبجيكتيف اللي هو 18-55، ايماج ستابيليزي. الكاميرا كتجيب هاد الديزاين، الشده ديالها زوينه، الشده ديالها محكومه، واحد الحجم المتوسط. هي كاميرا اللي كتجينا دي اس ال ار، كيجي فيها واحد لي زوبسيون اللي هما مزيانين. الثمن ديال الكاميرا راه مزيان. بالنسبه للكاميرا كيف ما كتعرفوا هي كانون 750 تي، 750 تي اللي خرجت في 2015. كتجينا بدي زوبسيون اللي هي البواسي ديالها، بالنسبه للبواسي راه دي اس ال ار، سي ال ار كومباكت، كاين لي كاميرا ميروريس، كاين دي اس ال ار، دو دي اس ال ار. كتجينا بواحد البروسيسور اللي هو دي جيك 6 لي ا بي اس سي سنسور، كيعطينا 22.3 على 14.9، هو كروب سنسور. بالنسبة للكاميرا كتجينا بكروب سنسور، كاميرا اللي فيها 24 ميجا بيكسل. بالنسبة للفلتر اللي فلتر اللي فيها، فيها بريميوم كولور فلتر اللي كيعطينا واحد الجودة ديال الألوان اللي هي ممتازة، وايزو فيها كيبدا من 100 حتى 12800 وكيمشي حتى 25600. الايزو تقدر تحكم فيه كيف ما بغيتي. بالنسبه للكاميرا كيجي فيها سيستم ديال الفوكيس اللي مزيان، اللي هو الهايبريد سيموس اف 3، سيستم ديال الاوتو فوكيس اللي هو مزيان وكيكون رابيد. الكاميرا كتعطينا 19 بوان ديال الفوكيس، وهادشي اللي كيميز لي كاميرا لي سيري ديال 750 800 على لي سيري ديال مثلا 250 كيكونوا ناقصين في لي بون فوكيس مقارنه مع هاد لي سير كيكونوا احسن منهم في بالنسبه للفوكيس. الكاميرا كتخدم لي زوبجيكتيف ديال الاو اف والاو اف اس اللي هما الكروب فريم والفول فريم. لي زوبجيكتيف ديال هاد الكاميرا غتلقاهم موجودين بزاف فين ما مشيتي، غتلقى لي زوبجيكتيف ديالها، وحتى الثمن ديالهم كيكون ريزونابل، الثمن اللي هو مزيان، احسن ثمن تقدر تلقى في السوق هو الثمن ديال لي زوبجيكتيف ديال كانون الا بي اس سي سنسور. الكاميرا كفراج ديالها 95%، محمية مزيان. بالنسبة الكاميرا كتقدر تضرب معاك مدة طويلة، كاميرا بلاندي في ليطا ديالها، كتصور لينا حتى 5 FPS بالنسبة للرافال ماكسيموم رافال كونتيني. الشطر سبيد كيبدا من 30 على 1/4000، اللي قلنا كيعطينا 5 ديال التصاور في الثانية بالنسبة للي في بي اس اللي كتقدر تصور لينا هاد الكاميرا. بالنسبه للناس اللي غيبغيو يشريوها غيلقاو فيها بزاف لي زوبسيون اللي غتحتاجو نتا، سواء كنتي كدير لا فوتو ولا فيديو، حيت كيف ما كتعرفوا كانون فيها دي زوبسيون زوين في لا فوتو ولا فيديو. اللي كتصور لينا الفول اتش دي كتوصل لينا 30 اف بي اس، بالنسبه للاتش دي كتصور لينا 60 اطار في الثانيه. بالنسبه ل 30 اف بي اس في 1080 بغيتي تصور ب 60 خصك تهبط ل 720. كما قلنا المونو لا فيها لي ميكرون ديال المونو ستيريو اللي كيخرجوا ستوندار في الكاميرا ديال الكانون، ويمكن لك تزيد لها ميكرو اكسترن اللي كيعطيك كاليتي اللي هي مزيانه. الكاميرا الباتري ديالها كيقدر يضرب معاك حتى 440 تصويره. بالنسبه للبواتي ديالها مع لا باتري خفيفه 555 غرام، حاجه اللي هي مزيانه وما تثقلش عليك، ما تلقاش لي بوين اللي ثقيله بزاف. حتى لي زوبجيكتيف ديالها موجودين. بالنسبه لهاد الكاميرا الثمن ديالها 4800 درهم باش كتبقى. اللي بغى يتواصل معنا التوصيل في المغرب كامل، المحل ديالنا شارع الرشيد ريضه قنيطره لا فيلوت لا بير بلونش، توصيل في المغرب كامل، مرحبا بكم. اي حاجه غتلقاو عندنا تلقاو لي 10 على 10 بثمن مزيان. السلام عليكم.